والله انا كنت نايم قمنا على الانفجار. انا كنت نايم اللي صحاني اللي بقى في القنبله ضرب ضرب فين يا ابني؟ بصيت لقيت الولد يا عيني سايبينه من هنا نص شايل خالص نصه فجابوه حطوه تحت العربيه هنا غير القنبله ضربته وراح جابها تحت العربيه. انا لما قمت فتحت طبعا الازاز كله اتكسر بتاع البيت من جوه والعربيات طبعا اتدغدغت باب الشقه اتكسر. الساعه 6 ونص سمعنا حاجه ضربت قلنا عربيه دخلت في عربيه. نزلت اجيب الفطار لقيت الراجل مرمي على الرصيف هنا ومكلفتينه ببطانيه ورجليه مرميه جنبه ومكلفته ببطانيه. سمعنا صوت الانفجار تليه على طول بقى ايه ازاز الشقه كله البيت كله وقع من قوه الانفجار. رايح الصبح شغلي لقيت الناس الحريم عماله تصوت والراجل لمينه ببطانيه وعمال يقول الحقوني الحقوني. كنا واقفين هناك سمعنا صوت انفجار بعد كده كنا طلع يجري. الاخوه مش محبوسين بياكلوا ويشربوا، احنا هنا اللي محبوسين اللي احنا بنقول لما لم انا ضوافر عيال وصوابع عيال من الشارع ده ينفع لايه؟ ده ايه؟ لقيت واحد جابوه هنا مرمي اتنطر من هناك جابوه هنا هنا هين رجليه متفرتكه خالص ومات وهو هنا. انزه قضاء قضاء مصر اللي طلع لك حسني وطلع لك مرسي، واخد بالك؟ واحنا شعب مصر اللي هيتحاكم زي ما اتحاكمنا في 25 هنتحكم دلوقتي ليه؟ عشان الخرفان ما بياكل ويش وز وبط واحنا هنا اللي مش لاقيين ناكل. لان قعدنا نتصل ب 122 ما حدش رد علينا. ده يرضي مين؟ هو ده الاسلام؟ اسلامنا بيقول كده؟ اسلامنا بيقول كده؟ لا الاسلام ما بيقولش كده. الاسلام بيقول العدل. طبعا هم قاصدين فودافون. هم قاصدين فودافون. فودافون بعدين هنا على الشمال بشويه. فهم لقوا اليافطه دي حمراء قال لك بس هي دي تبقى عن فودافون لان طبعا دول جهله وبهايم. فطبعا ساب الكيس هنا وراح ماشي. بقول لك قاصدين فودافون عشان دول كفر. واللي بيعمل ده ايه؟ مش كافر؟ اللي بيعمل ده كده مش كافر؟ كافر ولا مش كافر؟ ها؟ فودافون بياكلوا الناس عيش. انت عملت ايه؟ انت جاي تموتهم. لو خدت بالك تابعت النهارده هتلاقي كذا محل اتصالات فودافون. واحد حط شنطه في الشجره ديت قال له اودي بس الاكل ده وجاي. هو ساب الكيس ومشي. فالعامل خارج بينظف قدام المحل طبعا المحل شغال 24 ساعه. فخارج بينظف فلقى كيس بيشيله راح منفجر فيه. بينظف المحل الصبح كده وبيلم الزباله فلقى كيس اسود فحدف عليه العربيه بيمسك يعني فالمشكله كلها حضرتك بيشوف الكيس دوت انفجر فيه على طول. واربع انفجارات في وقت واحد هنا والوراق شارع السودان ليه؟ 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 ايه اللي احنا عملناه؟ الناس مسخره الناس مغيبه كلها قال له فودافون يافطه حمراء جه لا يافطه حمراء اتلخف ما بين ده وما بين ده عشان مش بنقول عاوزين احكام فاسده لا الاحكام وما زلنا في الاحكام الفاسده وانت يا سيسي اللي احنا فوضناك للارهاب يجب لنا حقنا يا اما ما تبقاش دي بلد.